والقضية هي القضية الفلسفية الكبرى اللي بيصيرها أهل الإلحاد وأهل الجدل، إزاي يبقى العالم من صنع رب رحيم وفيه كل هذه الشروط؟ نفس إنسانية ممزقة وحروب مدمرة، مجاعات وفقر، سجون وتهجير ولاجئون، ظلم لا يتوقف، وآلام شخصية لا تنتهي. فإلى متى يستمر كل هذا؟ ولما يحدث من البداية؟ وإذا كان العالم يدبره إله حكيم، فلماذا يوجد كل هذا الشر؟ إذا كان الله يحكم هذا العالم، فلماذا لا يقضي على الشر؟ لماذا ربطت الحياة بالمعاناة التراجيدية؟ وما هي الحكمة وراء ذلك كله؟ الوعود الكاذبة. الشر مشكلة فلسفية قديمة، لكنها لم تكتسب حضورها في الوعي الجمعي إلا في العصور الحديثة، تحديدا بعد وعود الحداثة الأوروبية، تلك الوعود بالقضاء على الشرور من هذه الأرض. تطلع حينها الإنسان للفردوس الأرضي الذي لا شر فيه، فالعلم سوف يقضي على المجاعات والحروب والأوبئة وجميع الشرور، أما المستقبل فهو يحمل السلام والرقي والحب الأبدي للبشرية، وسيتخلص الناس من آلامهم النفسية حين يتجرع المزيد من المتعة واللهو. كان الفردوس الأرضي أحد نبوءات الحداثة، لكن وفي غضون أعوام قليلة سوف تتبدد هذه الأحلام تماما وتستبدل بها كوابيس الشرور لم تشهد البشرية لها مثيلا. حربين عالميتين، ملايين الجثث، احتلالات عسكرية، مذابح بشرية، وكساد اقتصادي عظيم، إضافة إلى ملايين الأوبئة والأمراض الفتاكة التي لم تعرفها البشرية من قبل. أما الآلام النفسية وخواء المعنى فقد بات الشبح المخيف للإنسانية، وتبددت أحلام الفردوس الأرضي. إنسان ممزق. خابت الوعود إذن، وغرق الإنسان في أزمة توالت معها الأسئلة الوجودية، وطافت العدمية التي لا ترى في الحياة غاية أو مغزى مفهوم. فالإنسان الحديث هو إنسان اللذة السريعة، والألم عنده ضيف غير مقبول، فالآلام بمثابة الورم يجب انتشاله لتستمر متعة الحياة. فلا معنى للحياة عند الإنسان الحديث إلا بزوال الألم، فلا غاية للوجود من وراء المعاناة، فتلك الحياة وجدت للمتعة لا للمكابدة. لكن لنتخيل الآن أننا في فردوس أرضي، إذا كنا هنالك حيث الفردوس فلا معنى للمكابدة، لا معنى لخفة الحياة وثقلها، لا معنى لانبساط الروح وانقباضها. الفردوس يعني أن الإنسان بلا إرادة، لأن إرادة الإنسان تستلزم قدرته على فعل الخير والشر معا، أما الفردوس فيعني أنه خير لا شر فيه. حينئذ تصبح الحياة بلا معنى، لا معنى للحياة ولا معنى لحياة أخرى بعد هذه الحياة. بضدها تعرف الأشياء. هل يشعر السمك بالبلل؟ هكذا يتساءل سي إس لويس عن سبب إحساسنا بالشر. فلو غاب النور أو طمست أعين الكائنات، فإن كلمة الظلام ستكون بلا معنى. وحين نصف خطا بأنه معوج، فلا بد أن نكون على دراية بماهية الخط المستقيم. هكذا يكمل لويس، وهكذا الحياة. فإذا كانت الحياة بلا معنى، فلماذا يجد الإنسان ردة فعل عنيفة تجاه شرورها؟ أو بكلمات أخرى، لو كان العالم مكانا غير عادل، فمن أين أتتنا فكرة العدل؟ ولو كانت فكرة العدل محض وهم، فلماذا نعترض على وجود الشر؟ لنا أن نتساءل، أليس معاني مثل الظلم والقتل والعنصرية والابتزاز كلها جرائم، والعون والرحمة والتسامح أفعال خيرة؟ فإذا كانت كل هذه الأفعال نحكم عليها بأحكام أخلاقية، والأحكام الأخلاقية تحتاج إلى مصدر ثابت، مصدر نقيس به الخير من الشر والصواب من الخطأ، فمن أين يأتي هذا المصدر إذن؟ هل هناك تفسير غير أن الله قد أوجد هذه المعاني في أنفسنا ابتداء؟ فمن ليس في قلبه الله فليس بإمكانه أن يشعر بغيابه، كما تقول سيمون ويل في مديح الألم. الله موجود إذن، فلماذا يوجد الألم؟
الألم ذلك الزائر الذي نستنكره بنفس مرهفة، ولكن هل يعقل أننا نظلمه بهذا الاستنكار؟ ألا يمكن أن يكون هناك حكمة خير من هذه المعاناة من حولنا؟ بول براند طبيب إنجليزي قضى عمره مع مرضى الجذام، أولئك المفتقدين للشعور بالألم فتضطرب حياتهم. يخبرنا براند في كتابه هبة الألم عن ضرورة المعاناة للبشر، أي لنا نحن. فالألم يحفظ الإنسان من تهديدات قد تحطم نفسه، وعند الشعور بالألم يستطيع الإنسان أن ينسحب من الخطر. فبالألم يتعلم الإنسان التأني قبل الخطوات إلى النار، وبأثر الألم في الذاكرة يتحرك الإنسان نحو الأشياء، أي أن الألم هو وسيلة الإنسان للحياة الآمنة في هذه الدنيا. هكذا تخبرنا حكايات مرضى الجذام. فلو كان بمقدور براند مهاداة مرضاه بشيء لكان الشعور بالألم، لأنه ليس بمقدور الهندسة الطبية إنشاء منظومة معقدة تحمي الإنسان كجهازه العصبي. فإن كان هذا عن حاجة الجسد، فماذا عن حاجة الروح؟ اللبنة الناقصة. هل يمكننا تخيل عالم بلا شرور، أو حتى عالم بشر وهمي لا يؤذينا؟ لقد سبقنا دانييل سنايدر إلى هذا السؤال، وأجاب أنه في عالم كهذا لن نجد منفذا للخير، فلا أحد يحتاج العون لنعطيه إياه، ولا أحد يمكنه أن يثير تعاطفنا، لا عفو إذ لا خطأ، ولا منح لأنه لا يوجد فقد. في عالم كهذا لن نمجد شخصا يسعى لهدف نبيل، ولن يهب أحد من ماله أو وقته أو موهبته شيئا للمحتاجين. إنه عالم ضيق وخال من كل اتصال حقيقي مع الغير. هكذا إذن تصنعنا المعاناة، فلا معنى للحياة دون مكابدة، وصناعة النفس لا تكون في واقع خامل بلا تأثير ولا خيارات. وإن عالما خال من الشرور عالم لا تمايز فيه، فلا أخيار ولا أشرار، لا يثاب المحسن ولا يعاقب المسيء. فكيف يتوافق هذا كله مع حكمة الله الذي يختبر عباده بالغيب؟ وأين العدل إذن في هذه الحياة؟ إن عالما فاضلا تماما كهذا سيمتلك من الظلم ما يفوق الظلم البشري في عالمنا الحالي، لأنه يلاشي الفرق بين اللحظة العابرة والأبد الطويل. يقول نيتشا: من عنده لما يستطيع العيش تحت أي كيف، لأن الغاية حين تكون واضحة فتهون الصعاب في الطريق إليها. فهناك حكمة خلف هذا النقص. الوعي بهذه المعاني يخبرنا أن اتساق الألم مع الحياة متمم لقضية الألوهية، فالمفاضلة بين الناس إنما هي بالتقوى، وحالهم حين ينزل بهم البلاء. أو كما يقول ويليام رو: نستنتج أن الشكل المنطقي لمشكلة الشر ليست مشكلة ذات بال بالنسبة لمذهب الألوهية، وحين نعي ذلك فإننا نعي بأن لهذه الحياة غاية، فنتطلع لما وراء هذه الغاية. فالمعنى ينبع من عالم آخر غير عالم الحس، وإحساس النقص هو سر التطلع للكمال، وهذا التطلع هو الذي يفضي بنا إلى الاعتراف بوجود الإله الحكيم الخبير. أما حين يطلب من الله أن يمنع الشر في الأرض، فكأنه يطلب بأن يمنع الإنسان من الحرية والإرادة. فحرية الإرادة تعني بالضرورة أن يكون الإنسان قادرا على فعل الشر والخير معا. حينها ستغيب عنا الحكمة خلف ما نراه من مآس للبشر أو كوارث طبيعية، لأننا تنكرنا المعاناة رغم مثولها في جنابات حياتنا. ولو كان للناس حال واحدة من العبادة لفاتت الحكم والآيات والعبر والغايات، وفات كمال الملك والتصرف الذي هو لله. ففهم الغاية من الحياة هي التي تفسر إجابة لماذا.